مرحبا بكم على قناة إنيفرساليس للثقافة والفن. نلتقي مرة أخرى في حلقة من حلقات وجهة النظر. هذه الحلقة اخترت لها عنوان العلمانية الفرنسية في أزمة. تصريحات ماكرون الأخيرة حول الإسلام والقول بأن الإسلام يعيش أزمة، والأحداث التي وقعت، أقصد الأحداث الإرهابية، هي اللي دفعت باش تكون العلمانية يعني في الصدارة وتطرح فعلا هذا التساؤل من نتعامل مع العلمانية. هذه نلقاو في الحقيقة جوج المفاهيم، المفهوم البسيط المتداول اللي كيعرفو أي واحد بمجرد ما نطرح السؤال على شي واحد شنو هي العلمانية، غادي يقول لي هي فصل الدين عن الدولة. هاد المفهوم غادي يبقى مفهوم جد فضفاض، لأنه كيحدد فقط فصل المجتمع المدني عن المجتمع الديني، بحيث لا تمارس الدولة أي سلطة دينية. وأيضا الصاهرون على المجال الديني لا يمارسون أي سلطة مدنية. مفهوم الآخر غادي يكون أكثر عمق من هذا المفهوم الأول، لأن يعني المفهوم الأول غادي تنتج عليه الكثير من الإشكالات في الكثير من المجتمعات، مثلا في المجتمع ديالنا ولا في المجتمع الفرنسي. إذن هذا المفهوم الثاني اش كيقول؟ كيقول بأن العلمانية هو مبدأ إنساني يؤسس لنظام الحريات والحقوق الإنسانية في تجرد للسلطة المدنية الديمقراطية والخالي من أي تدخل ديني، بحيث يصير من واجبات دولة الحق ضمان مبادئ المساواة والتضامن والازدهار بين مواطنيها عن طريق نشر المعرفة وممارسة حرية التعبير. إذن من نطرحوا هذ المفهومين غادي يظهر شوية الخلط، بحيث أن البعض غادي يفهم العلمانية بكونها فصل الدين عن الدولة على أنها نوع من الإلحاد، على أنها نوع من اللادينية، على أنها رفض تام للدين، بينما المفهوم الآخر ما غاديش يسقط في نهادها، وإنما غادي ترتبط مع العلمانية مجموعة من المفاهيم الأخرى، منها الديمقراطية، منها حرية التعبير، منها حرية المعتقد، منها نشر المعرفة. مشاكل فرنسا مع العلمانية يمكن نقول بأنها بدأت بحدة عندما ارتفع عدد الجالية المسلمة، بحيث أن الإسلام الآن في فرنسا هو الديانة الثانية بعد المسيحية. إذن هنا غادي تظهر بحدة هاد الإشكالية العلمانية وأزمة العلمانية الفرنسية. وقلنا بأن ما حدث مؤخرا أرفع هاد الأزمة إلى السطح وظهرت تجلياتها بكثرة، وهاد الأزمة أظن أنها ما غاديش توقف مادام أن الآن أصبح صراع كبير ما بين السلطة والتصور ديالها للدين وخاصة الدين الإسلامي، وأيضا الاتجاهات المتطرفة أو التيارات المتطرفة التي بدأت يعني تأخذ واحد المكان قوي في المجتمع الفرنسي، وما بين الجالية المسلمة اللي ما يمكنناش دابا نسميوها جالية وإنما نسميوهم الفرنسيون المسلمون. إذن هنا غادي تظهر فعلا هاد الأزمة، أزمة هاد العلمانية. علاقة فرنسا بالعلمانية يعني عندها واحد التاريخ اللي يمتد إلى أكثر من قرنين من الزمان، ولكن هو القانون تاع العلمانية صدر حوالي 1905 وبالضبط في 9 دجنبر 1905
وخمسة. وهذا القانون هو الذي أقر بضرورة فصل الكنيسة عن الدولة، ومن ثم بدأت العلمانية يعني تأخذ طريقها. دابا 2020 المجتمع الفرنسي مختلف كثير على المجتمع الفرنسي تاع 1905، على الرغم من ان يعني اول مسجد كان غادي يتبنى في فرنسا كان حوالي 1895، ولكن ظل ذلك المسجد يعني يراوح مكانه الى حدود ما بعد الحرب العالمية الاولى، بحيث غادي ما بعد هذه الحرب غادي تبنى المسجد الاكبر بباريس، وغادي تبنى لمكافأة المسلمين منهم المغاربة والجزائريين والتونسيين، مكافأة هاد الناس للمشاركة ديالهم في الحرب العالمية الأولى إلى جانب فرنسا. إذن الآن اختلفت الأوضاع كثيرا، أصبح الإسلام هو الديانة الثانية، وطرحت دابا الكثير من الإشكالات. ولكن هذه الإشكالات لماذا طرحت بالذات؟ طرحت لأن فرنسا كان عندها واحد التعامل مع المهاجرين اللي جاوا من الدول خاصة من شمال إفريقيا. هذا التعامل شنو هي الطبيعة ديالو؟ الطبيعة ديالو هي التهميش والإقصاء، بحيث أن المهاجرين اللي جاوا في البداية يعني ما قبل الاستقلال ومباشرة بعد الاستقلال يعني كانوا يتحطوا في نوع من الأحياء أشبه بالجيتوهات، وكانوا هاد الناس الدور ديالهم هو أنهم يخدموا، ويخدموا طبعا في الأعمال الهامشية البسيطة اللي ما تطلبش واحد التقنية. هاد الناس استقروا وتزوجوا وجابوا الزوجات ديالهم لفرنسا وولدوا، ولادهم كبروا وكبروا دائما في الجيتوهات في التهميش. هاد الناس ما عندهمش علاقة نهائيا بفرنسا، وخا انهم توجدوا تما منذ سنوات كثيرة ما عندهمش. وشنو نقصدوا من هاد العلاقة؟ يعني علاقة الهوية، علاقة الثقافة ما عندهمش. لا، فرنسا لم تسهر على تعليمهم وعلى تقريبهم من القيم التي جاءت مع الثورة الفرنسية، بقوا عايشين على الهامش. إذن هاد الناس شنو صرا لهم؟ عاشوا إشكالة هوية كبيرة، وهاد الإشكالية تاع الهوية هي مرتبطة حتى مع المجتمعات الأصلية ديالهم، حتى المجتمعات الأصلية ديالهم سمحوا فيهم نهائيا. هادوك مشاو صافي ما بقوا لا فرنسيين ولا جزائريين ولا مغاربة ولا إلى آخره، كيعيشوا في واحد العالم ديالهم، وهذاك العالم ديالهم هو عالم التهميش. إذن من هنا كان لابد لهاد الناس باش يبحثوا على واحد الهوية ضروري. هاد الممارسة هي ممارسة طبيعية، هي مرتبطة بتكوين الذات، مرتبطة ب مسائل نفسية. إذا فين غادي يلقاو هاد الهوية ديالهم؟ غادي يلقاو هاد الهوية ديالهم ليس في وطنيتهم بقدر ما يلقاوها في دينهم. إذا الدين
غادي يكون هو الحماية الأساسية. إذا لهذا كنلقاو في هذه الدول فرنسا على سبيل المثال كنلقاو التشبث بالهوية الدينية كبيرة بزاف، وكنلقاو بأن أولئك لا يجدون أي حرج في إظهار هذه الهوية الآخر، لا من حيث اللباس ديالهم، لا من حيث الشكل ديالهم، لا من حيث التعبد ديالهم. لقينا في بعض الأحيان كيغلقوا طريق يوم جمعة أو غير ذلك، يغلقوا طريق ويصليو، ما عندهم غرض لا بسيركيلاسيون ولا حتى شي حاجة. إذا هنا في هذه اللحظة غادي تعيش هذه العلمانية الفرنسية واحد الإشكال كبير، خاصة وأن بدات كتظهر واحد الدعوات في كل أوروبا، الدعوات التي تنادي بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في السويد، في الدنمارك، في إلى غير ذلك. وغادي تكون طبعا الكثير من أعمال العنف من الجانبين، المتطرفون الفرنسيون غادي يمارسوا العنف ضد العرب ذوي الديانة الإسلامية، وطبعا العرب المسلمون المتطرفون غادي يمارسوا أيضا العنف ضد المجتمع الفرنسي. إذن هذه ردود الأفعال هي منتظرة، لأن كل طرف غادي يعيش ولا يشوف لأنه كيعيش واحد الخطر نتيجة تكاثر ووجود الطرف الآخر. إذن كلها يبغي يحمي الهوية ديالو ويحمي المجتمع ديالو. في هذا يعني الظروف الآن كيجي ماكرون كيقول لك بأن الإسلام كيعيش أزمة، ولكن العلمانية أيضا تعيش واحد الأزمة، وأزمة كبيرة. علاش كتعيش هذه العلمانية أزمة؟ لأنها أقصد العلمانية الفرنسية، لأن الإشكال ما كتعيشوش كل أوروبا في مفهوم العلمانية. علمانية أنجلترا ما كتعيش هذه الأزمة، العلمانية مطروحة بحدة فين؟ مطروحة بحدة فرنسا، ولكن علاش مطروحة بحدة؟ لأنها فعلا كتعيش واحد الأزمة. هذه الأزمة هي مرتبطة أساسا بالمفهوم الضيق اللي بقات فيه العلمانية منذ 1905، منذ 1905 قالوا بأن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة. ولكن وخا بعد ذلك يعني أواسط الخمسينات ظهر قانون آخر ومشروع آخر، ولكن ما حلش مشكلة العلمانية في فرنسا، بقات ضيقة، ما ارتبطتش أصلا بواحد المفهوم واسع، بواحد المفهوم دقيق، بقات مغلقة ومنغلقة. ما ارتبطتش العلمانية فرنسا بواحد المفهوم حقيقي تاع حرية التعبير، ما ارتبطتش بواحد المفهوم بواحد البرنامج دقيق في نشر المعرفة، ما ارتبطتش بواحد المفهوم دقيق في الديمقراطية، بحيث أننا كنلقاو في المجتمع الفرنسي واحد العنصرية كبيرة، يعني وراها زايدة هذه العنصرية موجودة، خاصة أن اليمينيين راهم كينتشروا أكثر. إذن العنصرية كسلوك يومي موجودة، وما يمكنش باش تكون العنصرية مع العلمانية، ما يمكنش، يعني كاين هنا خلل، يعني أنك ما استطعتش باش توصل المعرفة الصحيحة والسليمة للمجتمع الفرنسي باش يتخلى عن العنصرية. هل ممكن نقولوش بأن كل المجتمع الفرنسي هو عنصري، ولكن هناك حضور قوي لهذه العنصرية. إلى جانب هذا حرية التعبير، حرية التعبير كتعيش فعلا واحد المشكلة كبيرة. كيقولون بأن رسوم كاريكاتورية للرسول هي مسألة مرتبطة بحرية التعبير، إلا مشينا معهم في نهاد يعني في نهاد الطرح. واش
غادي يقبلونا اننا نديروا رسوم كاريكاتوريه على اليهود وعلى الديانه اليهوديه. بمجرد ما غدير شي حاجه غادي يتهموك بمعاداه الساميه وغادي تفوت للمحكمه. وهذا الشيء وقع. راه عندنا الكوميدي ديودوني دار سكيتشات عن اليهود، طبعا حوربه واحد المحاربه لا تتصور، وهم مش واحد التهميش لا يتصور. وحينما استدعته مثلا وسائل الاعلام باش يناقشوا معاه، طرحوا له هذه القضيه بانه راه اساء اليهود، بانه كذا، بان اليهود احرقوا وما خصناش نسيئوا لهم الى اخره، وانك تعادي الساميه. وكي حتى هو قال لهم خذوا غير ثاني قضيه الافارقه، عاشوا معاناه اكثر من اليهود بسبب اعباد العبوديه، كانوا كيتباعوا وعاشوا واحد المعاناة كثيرة. ولكن ما كاينش قانون يجرم أننا نديرو سكيتش على السود، على الأفارقة السود، وكاين داروا سكيتشات على الأفارقة السود والناس كتضحك، وما كاينش. إذا المعاناة هي معاناة إنسانية، ولكن هذا ما يعطيش لواحد الفئة باش تتميز هي بالذات، وأنك كلما أشرت إليها بكاريكاتير أو بسكتش غادي تتهم بمعاداة السامية. إذن هنا راه كاين الإشكال. إلى حرية التعبير يعني هي مكفولة، إذن وعطيوها البعد ديالها الحقيقي، وكل شيء يمكننا نضحكوا عليه، لا اليهود لا العرب لا المسلمين لا المسيحيين لا الى غير ذلك. اما اننا نستثني واحد الفئه فهذا ليس بحريه التعبير. ولكن واحد المساله اخرى ايضا، ان حريه التعبير التي تسيء فيها الى الاخر اظن ولشعور الاخر وتؤلم الاخر، أظن أن هذا لا علاقة له بحرية التعبير. حرية التعبير مرتبطة عندها قوانين ديالها، وهذه القوانين ديالها ماشي هي اللي نجبدوها فقط من التصور الفرنسي للعلمانية، وإنما هي اللي نجبدوها من القيم الإنسانية. كيف أنك تحترم شعور الآخر؟ إذن العلمانية الفرنسية فعلا راه كتعيش واحد الأزمة. فين هي هذه الأزمة؟ هي المفهوم الضيق للعلمانية. ما وسعتش فرنسا في مفهوم العلمانية، ما عطتش البعد الحقيقي للعلمانية، ما حاولش باش تجعل واحد العلمانية قيمة إنسانية، بل أرادت أن تحتكر هي العلمانية. وأي سلوك لا يسير في الاتجاه الذي تريده فرنسا غادي يكون مخالف للعلمانية. طبعا نحن ندين كل الأعمال الإرهابية، نحن لا نتفق أبدا مع ممارسة التعبد بطريقة مشوهة في الشارع العام، هذا غير مقبول نهائيا. وإنما أيضا اللي ما كيتقبلش وهي هذه العنصرية التي لا زالت موجودة والتي لا زالت تكثر، هذا الإقصاء الذي لا زال موجود ولا زال أيضا يمارس بشكل كبير، الإقصاء، العنصرية، اللاديمقراطية، الفهم الخاص لحرية التعبير، كل هذه المفاهيم هي منافية لمفهوم الحقيقي للعلمانية. من كنقول المفهوم الحقيقي للعلمانية يعني المفهوم الواسع للعلمانية. أقف عند هذا الحد، وقبل أن أقول لكم مع السلامة لا تنسوا الانخراط في قناتنا يونيفرساليس للثقافة والفن. مع السلامة.